من برنامجكم الصباحي كوفي بريك تنطلق معكم مشاهدينا حلقة جديدة معي أنا سامية وعبر نص ساعة من الوقت تقريبا بتشارك أنا وياكم كل نهار 3 فقرات الخاصة يلي هن هوب سيلبرتيز جنرال نوليدج وفقرة خاصة يلي هي وورد كاب. خلينا نبلش حلقتنا مشاهدينا مع أول فقرة معنا يلي هي هوب. بهوب مثل العادة كل مرة بناخد أمال من شخصيات معينة لنحن مجرد اخترنا وتمسكنا بالأمل لكل شيء ممكن. خلنا نبلش مع أول أمل معنا ومع أول قصة معنا يلي هي قصة حب. قصة حب ولدت من رحم 4 آب، فعلى الحلوة وعلى المرة ارتبط ويليام نون خيو للشهيد البطل جون نون بماريا فارس أخت للشهيد البطل سحر فارس يلي استشهدوا بجريمة 4 آب. فبدنا نقول لهم ألف مبروك وإن شاء الله نقول لهم مبروك كمان وقتها تتحقق العدالة. أمل تاني بناخده من صبية اسمها ليتيسيا راموس. ليتيسيا هالصبية اللي هي برازيلية عانت من حالة صحية وراثية نادرة وأثرت على أنسجة جسمها، وهالحالة بيعاني منها واحد من كل 25,000 شخص حوالي العالم. على ليتيسيا أن تكون عم تتناول الذرة مع المي كل 3 ساعات لتكون عم تمنع أنه يتشمع كبدها، الموضوع يلي بيسبب لها الغيبوبة بعض الأوقات. اكتشفوا أهلها مشكلتها بس كانت بتبلغ 2.5 سنين من عمرها، فكانت ليتيسيا بالأول تحس بالخجل من مرضها لبعدين تعايشت مع حالتها. هي بتتناول 13 نوع دواء يوميا، بتتجنب كل الأطعمة يلي فيها سكر ونظامها الغذائي كتير صارم. ليتيسيا بتشارك حالتها ويومياتها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث متابعينها وصلوا ل40,000 على تيك توك، 12,000 على انستغرام، أطلقت عليها الصحف البرازيلية لقب ملكة الذرة. بتقول إنه هي ما توقعت كل هالاهتمام من العالم. بالأول أخفت حالتها لفترة طويلة لمن بعدها تقرر لتكون عم بتشارك قصتها مع الكل. فوقتها تشاركت قصتها مع الكل تلقت رسائل كتيرة من أشخاص عندهم نفس الحالة وقدرت إنه تساعدهم وتنصحهم. فمشاهدينا بالصبر كل شي بينحل، فاصبروا على المشكلة يلي عندكم إياها وبتنحل، ما تستحوا بحالكم أو بالمرض يلي عندكم إياه، بل بالعكس يمكن هالمرض يلي أنتم عندكم إياه فيكون عبرة لغيركم وفيكم تكونوا عم بتساعدوا غيركم من ورا التجربة يلي قطعتوا فيها. من ورا كل هذا الأمال بننتقل للفقرة اللي بعدها اللي هي سيلبرتيز. بفقرة سيلبرتيز آخر أخبار مشاهيركم يلي بتحبوا تعرفوا أخبارهم كانوا بلبنان بالعالم العربي أو بالعالم أجمع. منبلش مع أول مشهور معنا وكمان رح ناخد من وراه أمل اللي هي الممثلة اللبنانية زينة مكي. زينة مكي بتكتشف عن عمر ال 12 سنة انه عندها مرض جيني وراثي، هذا المرض اللي هو انحناء بالعمود الفقري. فبينحنق العمود الفقري بصير على شكل حرف الاس. هذا الانحناء اذا كمل بيؤدي لضغط على القلب وعلى الرواية وبيتغير كمان شكل الظهر وبصير الشخص عنده اجر اعلى من اجر وكمان عدا عن الاوجاع، ولازم اكيد يتم العملية. بلشت عن عمر ال 12 سنة زينة بعلاج فيزيائي ومن بعدها كمان لبست جهاز للظهر لمدة 23 ساعة بنهار من أصل 24. هي بتسمي هذا الجهاز حبس بالنسبة لها، وهالساعة يلي بتكون مش لابسة فيه الجهاز بتسميها الحرية. كانت تلبس تياب قياس أكبر من قياسها لتقدر تلبس الجهاز تحته وما يبين تقدر تخبيه. بالمدرسة كانوا رفقاتها كتير حدها فكانوا يساعدوها ويحملوا عنها الشنطة، بعكس الجامعة يلي رفقاتها كانوا يتنمروا عليها وكانوا يقولوا لها عبارة مصنجة لأنه هي كان ظهرها جالس ما فيها تنحي ظهرها لأنه فيه عملت العملية عن عمر 14 سنة وحاطة بظهرها حديد. كمان تعرضت للتنمر بوقت التصوير بأحد المسلسلات وبيقول أحد المخرجين قدام الكل على صوت عالي أنه ليش هالقد مصنجة. زينة كانت بتنجرح بس تسمع هيك كلمات بس ما بتتأثر لأنه بتعتبر أنه ظهرها هو مصدر قوتها. بتقول أنه هي شخص مميز لحتى الله نقاها من بين كل العالم لحتى يكون عندها هيدي الحالة الخاصة،
وزيادة إنه هي من محبي الرياضة والرقص يلي ما فيها أكيد تقوم فيهم. كانت بتشتاق تحس بملمس جسمها بلا الجهاز على الصوفة. فمشاهدينا، أتفه الأشياء بحياتنا نحن ما بنعرف قيمتها مثل إنه نكون قاعدين على الصوفة ونحس بهذا الملمس. في أشخاص كتير ما عم بحسوا فيه ونحن مش مقدرين النعمة. وكمان بترجع بتكتشف زينة من سنة لورا بيرجع وجع ظهرها، وبتكتشف انه عندها خرزتين بالظهر يلي مش كمشن الحديد يلي بظهرها، عندها خرزة مكسورة منهم ولازم ترجع تعمل عملية. امل تاني، شخصية تاني رح نحكي عنها، رح نحكي عن الفنانة سيلين ديون يلي بتخرج عن صمتها لتصرح عن مرض صار لفترة عم بتعاني منه يلي هو متلازمة الشخص المتيبس. هيدي المتلازمة هي بتصلب العضلات يلي بتؤدي لعجز وتيبس بأنحاء الجسم. هو من الأمراض النادرة يلي بتصيب 1 بالمليون من الأشخاص، والمرض أكيد بيأثر على الحياة اليومية تبع الشخص مثل المشي وحتى أوتاره الصوتية مثل حالتها لأن هي فنانة كمان بيأثر عليه. ولهالسبب أجلت كل حفلاتها لسنة 2024. أكيد بدنا نتمنى لها الشفاء العاجل. تالت شخصية معنا خبر مؤسف، وفاة ستيفن تويتش باس عن عمر 40 سنة. ستيفن يلي هو كان رائس هيب هوب ببرنامج So You Think You Can Dance ليوصل لمرتبة الوصيف الأول، لمن بعدها ليصير حكم بهذا البرنامج. كمان هو كان مقدم برنامج بالبرنامج الشهير ألين شو، وكان دي جي أيضا، ومتزوج وهو قبل 3 أولاد. ستيفن كان معروف وين ما يروح بحبه للفرح، وكان وين ما يروح ينشر الفرح عند كل مين بيعرفه. فحسب ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ستيفن سبب وفاته هو الانتحار، ولشخص عنده هالقد إيجابية وبينشر هالقد الفرح من حوله ما كان حدا عارف شي لأنه ولا مرة صرح عن ولا شي. مشاهدينا، العبرة من هالموضوع أنه اطلبوا المساعدة، ما تخلوا حالكم توصل لمحل كتير أسود وتفكروا بالانتحار. لهالسبب لو كان الحكي مش هين لازم انتوا انكم تحكوا، ولو كان الصمت مش دايما بيفيد، الحكي عن الانتحار على طول بيفيد وبينقص حياتكم، فانتوا لازم تحكوا. في كتير أشخاص فيهم يساعدوكم، وفي كتير NGOs فيهم يساعدوكم، فيكم تلجأوا لألهم. واحدة منهم اسمها إمبريس لبنان يلي فيكم تتصلوا فيها على الخط الوطني الساخن للدعم النفسي وللوقاية من الانتحار على 1564، فاتصلوا فيهم احكوا وساعدوا غيركم من الانتحار أو ساعدوا حالكم. أكيد بدنا نقول الله يرحمه. ومشاهدينا، من ورا هيدا الخبر المؤسف انتو كمان ما توصلوا حالكم لمحل هالقد اسود وتكونوا عم بتفكروا بالانتحار، فاطلبوا المساعدة احكوا، لو كان الحكي مش هين فاحكوا واطلبوا المساعدة. ومع كل هالسلابرتيز بننتقل للفقرة اللي بعدها يلي هي الجنرال نوليدج. بالجنرال نوليدج معلومات عامة حتى انتو وانا نستفيد منها بذات الوقت. منبلش مع أول معلومة عنا يلي هي عن الميلاد، وبالأخص شجرة الميلاد الذكية. أصبحت خيارات إضاءة شجرة عيد الميلاد متوفرة وين ما كان بشكل جديد ومميز، وصار عنا أحدث الأشجار يلي بتخلي الشخص يتحكم بطريقة ذكية عبر تطبيقات أو أبليكيشن بينزلها على التلفون أو الأجهزة المحمولة والأدوات التانية. هيدي الابليكيشن بتقوم انه الشخص وقت ينزلها على التليفون بيصور الشجره الموجوده بالبيت بشكل طريقه 3D او ثلاثيه الابعاد، والاضواء هي بتكون موجوده على الشجره، يعني بتشتروا الشجره مع الاضواء يلي معها بيجوا معها. وقت تصوروا الشجره بالتليفون فيكن انتو ترسموا وتنقوا الالوان يلي بدكن اياهن حسب ذوقكن، يعني مثل هون بالصور هو عم ينقي كيف بده الالوان تبع الاضوية يكونوا، فانتو بتنقوا الاضوية وكيف بدها تكون، في يكون عدة الوان، في يكون لون واحد، انتو بتنقوا حسب الابليكيشن وبتطبق على الشجرة. معلومة تانية منعرفكن عليها، رح نخبركن عن تقاليد ميلادية وبالاخص عن تزيين المناطق اللبنانية. تعددت التقاليد والثقافات يلي بيعيش من خلالها اللبنانيين بفترة الأعياد. في منا أشخاص بيحتفلوا بالقرية، أشخاص بيحتفلوا حد الشجرة المضواية،
وعالم بيروحوا على الكنيسة ليكونوا عم بيسجدوا قدام غارة يسوع المسيح ليكونوا عم بيمجدوا الولادة. أما بالنسبة لتزيين المناطق فرح نخبركم عن بعض المناطق كيف زينتها. عنا منطقة جبال يلي أضاءت بلدية جبال شجرة ومغارة الميلاد، وزينت العيد بالشارع الروماني وسط المدينة، تحت شعار إيد بإيد بنحتفل بالعيد، وافتتحوا كمان السوق الميلادي. عنا منطقة البترون يلي مثل كل سنة البترون بتنظم السوق الميلاد بالسوق العتيق، وزينت كمان بترون شوارعها بزينة الميلاد، وحاطة ستاند كمان عم بتبيع هدايا لعيد الميلاد، عم بتبيع الحلوى. في كمان عنا ستاندات للمناقيش وللألعاب، في عنا عصير وغيرهم كتير، بالإضافة لعروضات فنية ونشاطات للأطفال، والدخول لها مجاني. بيروت كمان أضيئت بيروت بزينة عيد الميلاد بالأسواق بيروت بالأخص، بالإضافة لبرامج من النشاطات المتنوعة، وتضمنت هذه السنة شجرة ميلاد كبيرة وعدة أشجار كمان تانية مضواية. كمان تزين مدخل الأسواق بأقواس عند المدخل مع إضاءة مميزة، وارتفعت عبارة الحب لبيروت يلي هي رح ترتفع عن كل المآسي يلي حصلت، خاصة بعد الانفجار يلي حصل معنا. بالنسبة لطرابلس كمان طرابلس ما فوتت فرح الأعياد لتأكد على طول إنه طرابلس هي مدينة ما بتركع للجوع ولا للفقر، بل هي على طول بتصمد وبتقاوم لترجع تنهض من وضعها الاقتصادي بالأخص. فأضاءت شوارع المدينة والأسواق وافتتحت معرض، بالإضافة لأعمال حرفية وتراثية وأشغال يدوية بالسوق القديمة. مع كل هالزينة الحلوة بدنا كمان نعطيكم بعض التبس. رح نروح على فوائد الكستنة. الكستنة يلي هو أحد أنواع المكسرات المفضلة بفصل الشتاء يلي بينمى بجبال البلقان. تحتوي الكستنة على عناصر غذائية مهمة للجسم وبتعطي الدفء، تحتوي على الدهون والنشويات والفيتامينات، تعد أحد المكملات الغذائية الفعالة. استخدمت لعلاج عدد من الأمراض مثل الفاريز والأوردة المنتفخة، عنا حالات الإسهال وارتفاع درجة الحرارة وتضخم البروستات والأكزيما وآلام المفاصل. بتعزز الصور الشعاعية لعملية البحث عن الخلايا السرطانية. بتسبب لبعض الأشخاص بحدوث آثار جانبية عن الدوخة، الصراع، واضطرابات المعدة والحكة. ما لازم نتناول الكستنة مع بعض الأدوية مثل الأسبرين، وما لازم يتناول الأشخاص المصابين بمرض السكري والجهاز الهضمي يتناولوه، ولازم نتناولها بعد شوية أو سلقة، ما لازم نتناولها دغري مثل ما هي. فالأشخاص يلي بيعانوا من هيك آثار جانبية لازم ينتبهوا كيف بياكلوا أو بأي كمية بياكلوا الكستنة. مع كل هالمعلومات بننتقل للفقرة الأخيرة يلي هي وورد كاب. بورد كاب رح نخبركم اخر التطورات يلي صاروا بالمباراه. انتهت مشاهدينا مثل ما عرفتوا الفيفا بمباراه شرسه فازت فيها الارجنتين لتحل بالمرتبه الثانيه فرنسا، اما بالمرتبه الثانيه كان عندنا كرواتيا لتحتل بالمرتبه الرابعه المغرب. وليتوج ميسي هو بطل كاس العالم لسنه 2022، وكانت الفرحه كبيره لإله بالاخص انه هاي كانت اخر مباراه لإله من بعد ما يترك المباراه بسبب كبر سنه. فبدنا نقول مبروك للكل، والمبروك الأكبر هو لقطر يلي كانت أول دولة عربية بتستقبل الفيفا، ومبروك كمان للدول العربية مثل المغرب يلي كانت أول دولة عربية بتوصل للنهائيات وبتحتل المرتبة الرابعة، وعنا دول عربية مثل السعودية يلي خسرت الأرجنتين، تونس يلي خسرت فرنسا، ومغرب يلي خسرت البرتغال وإسبانيا. هالدول العربية يلي كانوا فخر لكل عربي يلي قدروا يوصلوا لمراتب متقدمة ويخسروا دول تعتبر من الدول القوية بهالمباراة. أبرز شو صار عنا بالفيفا، عنا أحيت الحفل الختام الفنانة بلقيس فتحي والفنانة رحمة رياض. عنا تطبيق جديد بيمكن المشجعين من معرفة معلومات عن المباراة بمجرد نزلوا أبليكيشن على التليفون، ففين يعرفوا النقاط، الهجوم، أماكن اللاعبين وكل شيء بخص المباراة. صار عنا شعور بالأمان للنساء بملاعب قطر، فلأنه انمنع الكحول بالملاعب يلي قلل أجواء المشاكل والعدائية هناك وصار أكثر شغفا،
فولا أحد من النساء تعرضوا للتمييز أو للتحرش، وكان عندنا غياب لأعمال الشغب. لاعب مغربي اللي هو سفيان كان على طول عم بيشارك والدته بفرحة الفوز بالملعب، وأيضا لاعب آخر مغربي اللي هو أشرف حكيمي انتشرت صورته وهو عم بيقبل راس والدته وعطاها بلوزته، وبيقول أنه هو بيفتخر بأسرته يلي والده كان بائع ووالدته كانت بتنظف البيوت. تقنية تانية متطورة لتساعد الحكام أنه ياخدوا القرارات بطريقة أداء، كان عندنا 12 كاميرا بأسفل الملعب يلي في 12 نقطة بيانية لكل لاعب، وكان عندنا مستشعر دقيق موجود بقلب كرة القدم. هيك بهي الطريقة فيهم الحكام يكونوا عم بيحكموا بطريقة أداء، فبتوصلن المعلومات لإلن وبحطوها على الشاشة للأشخاص الموجودين بالملعب ليشوفوا، وكمان بتوصل لعنا على التي في تحديات نحضر. نكمل مع مورغان فريمان يلي كان هو مفاجأة افتتاح كأس العالم يلي ايده اليسرى ثارت الجدل. لفت الممثل الامريكي انظار العالم لإله وقتها احتل مركز الصدارة بافتتاح حفل كأس العالم، وكان الشيء يلي التفت لإله لكتير اشخاص يلي هي ايده اليسرى. اجبر اسطورة التمثيل على ارتداء كف لونه بيج مثل ما كنا عم نشوف الصورة من بعد ما كان تورط سابقا بحادث سيارة خطير يلي من خلالها اجبرته انه يكون عم يلبس هيدا الكف. منروح لخبر محزن صارت بالمباراة يلي عنا، توفى صحافي بيشتغل لصالح قناة اس بي سي سبورتس الامريكية بالدوحة اثناء تغطيته للمباراة الارجنتية وهولندا هناك بالمباراة، فاكيد هذا خبر محزن. بنكمل مع ابرز الاشياء اللي صارت، عنا بكاء اللاعبين بعد خسارتهم، عنا اللاعب البرازيلي نيمار يلي بكى بعد خسارته، كمان عنا اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يلي بكى بعد خسارته قدام المغرب، وبالاخص لانه اثنيناتهم هيدي كانت اخر مباراة لالهم قبل ما يستقيلوا لانه بسبب كبر سنهم. عنا قام اللاعب الفرنسي مبابي باطلاق تسديدة قوية لدرجة انه خرجت عن مسارها وضربت احد المشجعين. مشاهدينا بنشكر قطر يلي وظفت عدد كبير من الأشخاص بالفيفا وبالأخص اللبنانيين وساعدتهم شوية أنه يظهروا من هذا المقزق الاقتصادي يلي هن فيه، وعتبنا مثل العادة على بلدنا يلي ما عرض المباراة على ولا أي شاشة، يعني السبب يلي بحسب ما قالوا أنه ما قدروا يدفعوا هيدي التكلفة. فنحن بدنا نشكر قطر أنها كانت هي أول دولة عربية بتقدر أنه تستقبل المباراة بهيدا الضخامة، على أمل أنه كمان لبنان يقدر يوصل لنهار وهو يستقبل المباراة. وينعاد عليكم مشاهدينا بهيدا العيد بعيد الميلاد بالصحة والعافية، ومع كل هالأخبار بتكون حلقتنا وصلت لنهايتها. أنا بشوفكم بحلقات لاحقة، باي باي.